ويا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، بعدنا معكم بهدى وهنا. مثل ما قلت عم نحكي اليوم عن الموظفين، وكنا عم نحكي عن الصحة النفسية والضغط النفسي وضغط العمل قد ايه ممكن يأثر نفسيا علينا. وقفتنا التالية هي مستمعينا مع أيضا الموظفين، بدنا نحكي عن التغذية بالتحديد، وقد ايه فينا نحن بمجال العمل نهتم بصحتنا الغذائية. خليني رحب بضيفتنا الموجودة معنا داخل الاستوديو، أخصائية التغذية الدكتورة إيمان جمال. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا أهلا أهلا، وحشتيني جدا يا هدى. يسعد نهارك. يعني كنت عم تسمعي الحوار اللي كان مع الدكتور خالد النمر من شوي، كنا عم نحكي عن الضغط النفسي للموظفين وقديه ممكن يأثر على الصحة النفسية ويتعب ويرهق الشخص. وانتي قلتي لي حاجة حلوة في البريك، واللي هي ان انا بقدر اتحكم في نفسي، ما دام انا قررت ان انا اعمل حاجه لازم ان انا افضل مكمله فيها. قررت ان انا اتبسط فانا اتبسط، قررت ان انا يعني ابقى واخده قرار الاجازه فانا لازم استمتع بالاجازه. صحيح، انا سالت الدكتور قلت له الى اي مدى الشخص فيه يتحكم بالضغوطات. هلا بسال، اكيد بدك تسالي الدكتور من وراء الحالات اللي بتجي، بس انا شخصيا من تجربه شخصيه دائما ببقى مبسوطه بحالي، لانه فعلا عندي قدره وعندي ايمان شديد انه الانسان اذا اخذ قرار وحب يتحكم بحاله، يعني انا ما في اتحكم بالغير، بس انا عندي قدره كتير كبيره اني اتحكم في نفسي. لو كلنا هيك وقفنا وفكرنا شوي بكتير مواضيع بحياتنا، انه انا ما في غير الدنيا، ما في غير الناس، ولكن في اتغير او غير، مش بمعنى غير حالي، اتحكم بنفسي. دايما انا مع مقوله الشيء اللي ما بدك تغيره او ما بتقدر تغيره اتعايش معه، بتلاقي الحياه وما تتعايش، امشي وسيبه لو تقدر. ليكي تعايش بمعنى ما تخليه يأذيك ولا تبقى تشوفه. يعني أنا كنت عم أقول لك ممكن أنا أكون موجودة بنفس المحل مع شخص موتر، زعلان، مقهور، عم بيصرخ، لا يمكن يثير غضبي إذا أنا أخدي قرار ما في شيء حيستفزني اليوم. ما انا عجبتني كلمه الدكتور في الاخر، انت قلت له نصيحه اخيره، قال لك ايه؟ اعتزل ما يؤذيك. اعتزل وفعلا اعتزل ما يؤذيك. وكان الدكتور عم بيقول انه هيدي النوع من السلبيه منا سلبيه. لا مش سلبيه، مش معقول بس تشوفوا رده الفعل بتاعت كل شخص. في حد ممكن يواجه، حد ممكن ينفعل، حد ممكن يسكت، حد يقول لك يلا يا عم ما تقدرناش. عموما خلينا ننتقل شغلة كتير مهمة أيضا، صحة الموظف الغذائية. نحنا لما بنروح على الشغل الأكل جزء أساسي من نهارنا، لأنه في ناس تقريبا 7 ساعات على الأقل بيكونوا موجودين بالشغل، جزء كبير من النهار. قد اليوم صحتنا الغذائية مهمة داخل العمل، وكيف فينا ننظمها ونحافظ عليها؟ انت بتاخدي معاكي لانش بوكس؟ انا من النوع اللي ودايما يعني مرات بحس بقول ما بهمني الزملاء، ما مش بخل والله، منه بخل، بس انا تتحافظي على وزنك دايما لازم يكون عندك اكل مناسب لك وانت عارفه شو موجود فيه. انا من النوع اللي دائما بحب اكل يجيبه من البيت. في المقابل الايام اللي ما بجيب فيها اكل او بكون طالعه من البيت مستعجله بتلاقيني اي شيء ممكن اكل، اي حاجه قدامي، وبيخرب مع الدايت او الانتباه اللي انا عملته. فانا نعم من الاشخاص اللي انا نعم وبشده. يعني ما كبرنا على اللانش بوكس؟ لا خالص، على فكره انا اي حاجه. يعني متخيله بقى انه لدرجه حتى وانا رايحه مع بنتي التمرين لازم شيء اساسي اخد فاكهه واخد مكسرات واخد خيار وجزر واقطعهم واعمل شويه بوب كورن واخد معايا ميه. انت متخيله؟ لازم ساعات بقى كمان يعني غير كده في الصيف مثلا بحس انه محتاجه زياده سوائل، فببقى معايا واخده معايا الافوكادو زي ما هي كده، والخلاط الصغير الميكسر ببقى حاطه فيه عصير برتقال. والله انا ما وصلتش لهالدرجه. لا لا اعمل لها لا ليه؟ انت هتطلع من التمرين طبعًا. هي جعانه طبعا، جعانه، ده شيء طبيعي، عملت مجهود طبعًا. فانا محتاجه اكل. طيب هنعمل ايه؟ هنقف بقى تبص على الشيبسيهات والكرواسون والشوكليت ومش عارف ايه، ولا تبقى معاها عصير بقى فيه البرتقال والبرتقال عشان البرتقال ايوه، وافوكادو او موزه او مش عارف ايه، حاجه تديها طاقه، تديها فيتامينات، تغذيها، تشبعها، وتبقى طعمها حلو. ما انت لو اكلتي تمره
كأنك بالظبط أكلت شوكولات، ده سكر وده سكر، وده حسيتي فيه بارتفاع نسبة الأنسولين في الدم ورفع عندك السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وده نفس الكلام. الفرق بقى بينهم إيه؟ ده كام كالوريز وده كام كالوريز، ده بعد ما أتاكل اتدخل الجسم اتخزن على شكل ايه، وده نعم. دخل الجسم اتخزن على شكل ايه. فانا طبعا مع فكره انه ما دام انت بره البيت لوقت طويل ايه المشكله. وعلى فكره بقى كمان اكل البيت بيكون صحي اكتر، انضف وارخص. لا، وهي الأساسي إذا بدك تحافظ على صحتك. يعني أنا دايما بقول أي شيء أنت أخده معك من البيت تقريبا نص السعرات الحرارية اللي بدك تشتريها من برا. مظبوط. يعني أنا من الأشخاص اللي مثلا رغم أنه طيب وبحبه، بس لا يمكن أكل كرواسون إلا لما أكون جوعاني وما عندي شيء، طب انا مستحيل فبحسه اكله كالوري. اصلا، أنا بحسه كالوري بالوقت الضايع انا يعني. بقى ده مستحيل اكله خالص. حتى يعني احيانا مش انت تدخلي السوبر ماركت او المخبز تشمي ريحه المخبوزات، الله لا انا هموت واكلها، بس مستحيل ان انا اكله. ليه؟ لان انا بحسبها بعقلي، ده 300، وفي حين ان 300 كالوريز ممكن اجيب بيهم صحيح، سندوتش في خس وفي طماطم وفي فراخ في نفس. طبعا طبعا. طب ما هو ده نفس ده، ليه انا اخدت الحته الصغيره دي واخدت ولا وال 300 كالوريز دولت مش بس على الكالوريز، تقسيمتها ايه؟ مفيش فيها بروتين، هتلاقي طبعا نسبه البروتين فيها قد ايه؟ 5%، لكن 70% كارب. فانا دخل بقى جسمي، مش كفايه ان انا ما شبعتش، لا كمان دخل جسمي واتخزن على شكل دهون. نعم. طيب اليوم انت اكيد وانا وفي كتير يمكن السيدات اكثر من الرجال بهالموضوع، لانه نحن معودين دائما نهتم باولادنا، نعمل لهم اللانش بوكس والى اخره، وبنعرف اكيد نهتم بموضوع انه شو يكون موجود معك وشو ما يكون موجود. مثل ما حضرتك قلتي، لما بتروحي دائما في معك شيء صحي ممكن تتناولي. اليوم الأشخاص اللي بيسمعونا وبعض السيدات اللي بيقولوا لك ما منلحق الصبح، أنا بسمعها كتير من زميلاتي، وأنا منهم، ما منلحق الصبح نكون أو نعمل ساندويش، أو كيف فينا ننظم حالنا ونختار أكل معين نقدر ناخده تاني يوم؟ شو الأكل اللي ممكن يتزبط من قبل بنهار في الصبح نقدر ناخده معنا؟ الأكل اللي بيتاخد على الشغل وفي أكل ما بيتاخد على الشغل. طيب أنا هتكلم في كذا جزئية في الموضوع ده. تفضلي. الجزئية الأولانية، اكتب يا جماعة، دونوا ورقة أو قلم، النوت بتاعت الموبايل، هكتب أنا الأسبوع ده محتاج إن أنا أروح على السوبر ماركت هجيب توست بني، هجيب سوردو، هجيب النوع العيش اللي أنا هاكله إيه. طيب انا هبقى محتاجه ان انا احط فيه حشوات ايه؟ محتاجه ان انا احط مثلا فيه صدور دجاج، احط فيه رومي، احط فيه لحمه مشويه، يبقى انا هجيب عندي طبق فراخ، هجيب طبق لحم ربع كيلو لحمه، هجيب عندي علبتين تونه، يبقوا موجودين عندي في البيت. هكتب اليوم الاولاني انا هاخد معايا صدور فراخ مشويه، يبقى انا يوم الجمعه او الويك اند بتاعي قطعت الفراخ، تبلتها، عملتها، طبختها، وممكن ان هي بتحتفظ بيها في الثلاجه لمده يومين المطبوخة، او ان انت تبلتيها وحطيتيها في الفريزر، هتيجي بالليل قبل ما تنامي بنص ساعة تحطيها في الاير فراير، اتشوت معاكي وحطيتيها تاني يوم الصبح في الساندوتش وخدتيها معاكي. التونة من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعمليها وانت مغمضة، هقطع خس واحطه بين مناديل واسيبه في التلاجة، خلاص ادي بقى عندي ساندوتش تونة كامل متكامل. فهي الفكرة التدوين. احنا مشكلتنا انه ما بنفكرش غير لما نجوع، فبتبقي جعانه فاللي بلاقيه قدامي باكله. طيب ايه المشكله لما اكتب ان انا الاسبوع ده عندي 5 ايام دوام، فالخمس ايام دولت يوم هعمل فيه فراخ مشويه، فانا هجيب نص كيلو فراخ هقسمه ده اليوم ده ربع واليوم ده ربع، وهطبخها يوم الجمعه، هاكل منها السبت والحد، اديها مطبوخه من يوم الجمعه. الاثنين والتلات عملت فيها السندوتش الشاورما، الحد والاثنين، الثلاث والاربع، الخميس عملت تونه. بسيطه سهله، مش اسهل من كده. او اقترح حاجة تانية ممكن تعمليها، انه تصحي قبل ميعاد شغلك بنص ساعة زيادة. يعني انت، انا مثلا بحتاج ان انا انزل من البيت الساعة 8 فبصحى 7، طيب ايه المشكلة لما اصحى 6:30؟ اصحى 6:30، النص ساعة دي في حاجة اسمها الكواليتي، نخلي الوقت محددين احنا هنعمل فيه ايه. مش عايز تعمل حاجه بالليل وعايز تقعد بالليل قدام التلفزيون وتمسك الموبايل، اوكي تصحى الصبح بدري شويه على ما القهوه بتاعتك تخلص تكون جهزت الساندوتش بتاعك وجهزت اللانش بوكس. في حاجات تانية سهله، الماشين بتاعت البوب كورن،
اعمل هاتي فشار هاتي الذرة واعمل. بتحبي البوب كورن انت يعني؟ على فكرة ممكن انت لو هو قدام يعني، انت لو في الطبيعي حد كلمك تقولي لا ما بحبوش، بس لو قدامك هتاكلي. لا انا اكيد بحب البوب كورن. لو قدامك هتاكلي كل الناس اللي بتقول على حاجة طبعًا. لا ازاي نعمل كده، قطعي جزر وقطعي خيار وقطعي وحطيه كده على وحطيهم طبعًا. عندك شوية حمص وحطيهم في علبة. سوري في بعض الأحيان الجزر والخيار موجود عندك بتلاقي حالك بنزل باز. أنا مرات على الايه وبنزل على الكانتين بشتري. طب ما هو موجود، ما هو موجود عندي في البيت. خدي مع زي زمان لما كانوا أهلينا خد معك تفاحة وموزة سهلة. صحيح. كل الحاجات دي أفكار سهلة تاخدها معاك. وعلى فكرة الجعان بياكل طبعا. يعني فكرة انه انا لا انا مش هعمل مش عارف ايه عشان انا ما بحبوش، وقت ما بتبقى جعان البيت موجود قدامك بتاكله طبعا. كلنا طبعا. شو الاشياء اللي مش المفروض ناخدها على الشغل؟ يعني اول شيء بتطفينا، مجرد ما بتاكلي خلاص تحسي حالك تقلتي. اللي انت عزمتي عليا بيه النهارده. انا عزمت عليك شوكولا. الشوكولا فعلا رفضتي رفضا قاطعا. حبة شوكولا دايما بيقول ما بعرف انا هيك بحس انه حبة صغيرة هني هيك بيقولوا لنا بتحسسك بالسعادة. طب انهي نوع من انواع الشوكولا اللي تحسسك بالسعادة؟ هو المفروض السوداء. بصي الشوكولاتة ثلاث انواع. نعم. شوكولاتة بالحليب، والشوكولاتة الشوكولاتة البيضاء، والشوكولاتة الداكنة. احسن نوع فيها هو الشوكولاتة الداكنة. الشوكولاتة اللي بتبقى ميكس مع حليب دي 50-50 لان بتبقى تحتها نسبة سكر ابيض. نعم. سكر مضاف. الشوكولاتة البيضاء دي اسوأ انواع الشوكولاتة لان هي في الحقيقة لا حبوب. نعم. كاكاو لا هي مش كاكاو ولا اي حاجة، هي عبارة عن حليب ومضاف لها شوية مواد حافظة. نعم. ومحليات طعم، وهي في الحقيقة اصلا مش شوكولاتة خالص. فاحسن انواع الانواع الداكنة، وكل ما كان فوق 80% كل ما كانت افضل كنسبة شوكولا. آه. إذن الشوكولا من الأشياء اللي يفضل السكريات ولا الشوكولا بصفة عامة إنه اللي تاخديها معاكي. نعم. لا حاجة، الحاجات اللي تمص طاقتك. إيه؟ الكافيين الكتير، مشروبات الطاقة والشاي والقهوة، الشوكولاتات اللي فيها أقل من 70% كاكاو، الحاجات اللي برضو الشيبسيات، المعلبات، البسكوتات اللي فيها مواد حافظة كتيرة، كل الحاجات دي هتاخدي منها واحدة هتفضلي طول اليوم تحسي انا عايزه اكل مش عارفه اكل ايه. بمجرد ما تصحي الصبح تاكلي حاجه فيها نسبه سكر عاليه طول اليوم هتفضلي دايخه انا نفسي اكل حاجه. وحس وجربوها يا جماعه، جرب كده حد يصحى من النوم الصبح ياكل بروتين، وحد يصحى ياخر وجبه الفطار لمده 4 ساعات. نعم. واحد تاني اول ما يصحى يقوم واخد شوكولاته بقى حلوه كده او بسكوت او اي حاجه فيها نسبه مواد حافظه وسكر. شوف طاقتك خلال الثلاث ايام دول هتبقى عامله ازاي. نعم. اليوم اللي هتاكل فيه شوكولاته انت طاقتك حرفيا منخفضه وطول اليوم حاسس ان انت عايز تاكل حاجه بس انا مش عارف اكل ايه. اليوم اللي بتاخر فيه وجبه الفطار هتحس انه انت نشيط، بس هيجي عليك بعد 3-4 ساعات هتحس لا انا جعان فانا دلوقتي لازم اكل. نعم. اليوم اللي هتفطر فيه بروتين هتفضل حاسس بالشبع لوقت طويل. نعم. ادي 3 ايام اهو، واعملوا التجربه دي وشوفوا. حتى أنا بلاحظ من تجربة شخصية اليوم اللي بكر العشاء، يعني العشاء بيكون بكير ما بأخره، بتفيقي تاني يوم مرتاحة على وضعك. واليوم اللي بتاكلي قبل بنهار بالليل مأخر وجبة تقيلة بتفيق الصبح جوعانة. مظبوط. وتقومي كمان غير ان انت جعانه ممكن احيانا تقومي تقيله وممكن تحسي القولون قايم عليكي، وساعات تحسي انا في حاجه هنا تعباني بس مش عارفه ايه، كان في ارتجاع او في مشكله مع ان انت كويسه. فكل ما قللنا وقت الاكل كل. نعم. ما كان احسن لجسمنا ولصحتنا ولمناعتنا. وكمان يعني الـ 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 الاساس مش ان انت تشبع، الاساس ان انت تحس بالجوع. يعني لازم احساس الجوع ده يبقى شغال. نعم. فتحس ان انت جسمك انت فيه طاقه طلعت، فبالتالي انت محتاج تاكل علشان تعوض الطاقه اللي طلعت. وبرده حاجه مهمه اقولها، ممكن ناس يعني يحصل لبس في الموضوع ده، هو انا مش الطبيعي بتاعي ان انا افضل طول اليوم جعان، انا بجوع واشبع. نعم. اصل في ناس تقول لا انا طول اليوم بحس ان انا جعان. لا، انت بتحس ان انت طول اليوم جعان، انت عندك مشكله كده في الانسولين. انت مفروض ان انت بتعمل بتاكل فبتشبع فبتعمل طاقه فتحس ان انت جعان، لكن 24 ساعة جعان دي كده انت عندك مشكلة وبتاخد نسبة سكر عالية، فدي اللي رفع عندك الانسولين. نعم.
وهي كمان تلقمش طول الوقت يعني النجمة مثل ما كنا عم نقول هيدا تنقور طول الوقت كمان بحسسك بالجوع يعني بحسسي الجسم دايما بيطلب منك هيك شيء. ما تعمليش بقى الحركة دي خالص. مش انت قلتي اسمها ايه؟ ننقرش؟ نحن منقولها بلهجتنا من نقرش. بنقرش نقرشات مش عارفة انتو بمصر شو بتقولوا لها. والله ننسيته ما بيقولوا ايه بس هي سنيك. هي في نقطة كمان كتير مهمة. نقنقة. اوكي. في نقطة كتير مهمة. قدي نحن صرنا بعصر وبتصور كتير من المستمعين اللي عم يسمعوني اليوم أكيد بصيبوا نفس الإحساس لما مناكل غلط ولما منتقل بأكلنا ولما ما مناكل صحي تأنيب الضمير نفسيا نحن منتعب. فكمان اليوم بما أنه عم نحكي عن الصحة النفسية وعن التخفيف من الضغوطات هيدا جزء من الضغوطات اللي نحن منعيشه دايما بصفة يومية. الأشخاص بتلاقيها لما بتاكل غلط بتنزعج نفسيا. أنا عايزة أقولك إن في أكتر من حالة مرضية ونفس حالة مرضية نفسية مرتبطة بالأكل. الجوع العاطفي الأكل مع تأنيب يعني أكتر حاجة هقولك عليها إحنا يعني وعلى فكرة مشاهير كتير جدا منهم الأميرة ديانا كان عندها حالة إن هي تاكل مشتهي حاجة نفسها إن هي تاكلها بعد ما تاكل تحط صباحها بقها عشان ترجع عشان هي خايفة إن هي وزنها يزيد. فدي كلها أشكال مختلفة من اضطرابات الطعام. نعم. أنا كان نفسي إن أنا أضبط نسبة أقلل نسبة الدهون في جسمي بس مش قادر. طب ليه مش قادر إن أنت تضبطها أو تقلل وزنك أو ترفع نسبة العضلات في جسمك؟ علشان سبب واحد بس يا هدى، أنا ما بدونش ما بكتبش. أنا لو قدامي كده عارفة الستيكي نوت اللي بنحطها قدامنا كده عشان ما ننساش الحاجة، حط ستيكي نوت واكتب أنا النهاردة مفروض أكل كبسة ودجاجة على الغدا، والعشاء هاكل علبة تونة، والفطار هاكل زبادي وحط عليه شوفان وبزوج شيا. أنا كده ده يومي مش هدخل حاجة تانية. مثل لما بنمشي بالسيارة ونحن حاطين الجي بي اس خلص عارفين وين رايحين وشو بدنا نعمل ونفسيا بنكون مرتاحين. وعلى فكرة لما بتاكل كويس أكل صحي نظيف وحطه تحت صحي ونظيف دي 100,000 خط، هرمونات السعادة عندك هتتظبط، جودة النوم هتتحسن، إحساسك برضا عن نفسك هيتعدل، حياتك نفسها هتتظبط. ليه؟ لأن أنت الأكل ده هو اللي يعني زي البنزين، العربية تمشي من غير بنزين مش هتمشي. طب أنا بحط لها بنزين ودي هتفضل طول تك 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 تك، طب حطت لها بنزين كويس هتفضل ماشيه معاك ايه الجهوان. شكرا جزيلا لك دكتوره ايمان جمال، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا. تسلمي.